فوبيا بخلف عند عامين والتريت معناتها مدام رفيقه بالنوعيه نتاع الادويه هذه باش تنجم ترقد باش ايش معناتها باش تبقى معاها الفوبيا هو في العاده راهو بعد العلاج معناها بمده نقيموا العلاج نتاعنا قداش هو الفوبيا اون جينيرال ما بين عامين عام ونص سامحني وعامين لكن ديما بعد تقييم المريض يعني كان المريض تحسن بالكدا بالكدا وتنحاو العلامات وماهوش من قبل معناها عنده اضطرابات الفوبيا راهو نجموا بشوي بشوي نبداو نقصوا الدواء وبيان سور باستشاره الطبيب المباشر مش وحدنا مش من مخاخنا لكن راهو ماهوش مرض مزمن معناها ما لازمش تخاف على خاطر عنده وقت ويبرا نورمالمون فما امكانيه يكون الانسان يعاود يمرض مره اخرى هذيك في الاضطرابات النفسيه بصفه عامه. السلوكي ممكن فما معناتها لهنا ممكن العلاج المعرفي والسلوكي. فوالا العلاج المعرفي بلوتو ولا السلوكي هذاك هو ثيرابي يخلي ممكن السيونس هذوما يعاون راهو من قبل العلاج المعرفي والسلوكي نداويو به اضطرابات الخوف والارق والفوبيا بصفه عامه فهمت مهما كان الكاتيجوري نتاعها يعني عندنا برشا اضطرابات خوف وفوبيا يعالج العلاج المعرفي والسلوكي الاضطرابات هذيا ويعاون سورتو باش ما نعاودوش نمرضوا مره اخرى هو يعتمد على معناها تبديل السلوك اللي هو يساهم في كون الفوبيا تقعد تتواصل وعلى المعرفي معناها على الافكار اللي عندنا اللي هي في اغلبها غلطه اللي تؤدي لهالفوبيا هذه.